الأمراض التنفسية لدى المهجرين في مناطق شمال غربي سوريا في ظل موجات البرد واستخدام مواد التدفئة غير الصحية. ويعد الأطفال أكثر المتضررين من هذا الواقع، حيث سجل الدفاع المدني السوري عدة حالات لأطفال أصيبوا بالتهاب القصبات الحاد في أرمناز شمالي إدلب، وحاول من خلال متطوعيه تقديم العلاج المناسب لهم ومتابعة وضعهم الصحي. أرسل عدد من موظفي مديرية الشؤون الدينية التركية في مدينة إدرنا مساعدات لأهالي إدلب، وخصص قسم منها لبناء منزلين من البريكت بهدف تقديم الدعم للأهالي الذين يعيشون داخل الخيام وسط السيول والأمطار. كما أرسلت ولاية ملاطيا التركية 8 شاحنات محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الشتوية للمهجرين في مناطق الشمال السوري والذين عانوا خلال هذا الشتاء من موجات البرد والصقيع في ظل ضعف الموارد والدعم المقدم لهم. وللوقوف على واقع المهجرين في مناطق شمال غربي سوريا انضم إلينا مراسلنا من ريف إدلب إبراهيم سويد. أهلا بك إبراهيم. أهلا بك. مساء الخير. يعني حالات عديدة تم تسجيلها من قبل الدفاع المدني بسبب حالات الإصابة بالتهاب القصبات نتيجة موجات البرد، لو تضعنا في تفاصيل أكثر وكيف هو حال الأطفال اليوم؟ نعم طبعا مساء الخير لكم والمشاهدين تلفزيون سوريا. يعني في الفتره الاخيره يعني مع تدني درجات الحراره هنا يعني هناك يعني انتشر في الفتره الاخيره الكثير من الامراض التنفسيه لدى الاطفال، لكن السبب الرئيسي ليس فقط هو الحاله الجويه هنا او البروده. يعني اليوم نتحدث عن طبيعه المواد التدفئه التي يتدفأ عليها الاهالي هنا وخصوصا في منطقه المخيمات. يعني وانا اتحدث الان يعني خلفي ربما لو كان الجو يعني في النهار لنشاهد يعني كميه الدخان المتصاعده من هذه المخيمات، حقيقة يعني الدخان يعني المواد المستخدمة غير يعني صحية بشكل كبير جدا، يعني يتم استخدام المواد البلاستيكية. يعني اليوم أيضا شاهدنا الكثير من الأهالي بدأت تستخدم حتى الألبسة القديمة بدأت يعني تضعها داخل هذه المدافئ. الدخان المتصاعد من المداخن يعني كثيف جدا، وحتى أي الأطفال عندما تتنشق هذه الدخان حقيقة تصبح هناك أمراض كبيرة جدا لدى هذه الأطفال بسبب مواد التدفئة. طبعا هذا الأمر يأتي نتيجة انعدام مواد التدفئة الأساسية في هذه المخيمات، حتى أن هناك بعض المنظمات بدأت تعطي مادة الفحم الحجري، أيضا هي مادة يعني بالنسبة للتدفئة سيئة جدا. الانبعاثات التي تصدر عن هذه المواد كفحم الحجري وغيرها أيضا يعني مواد يعني تصيب يعني الجهاز التنفسي بشكل كبير من ثاني أكسيد الكربون وغيرها. يعني الوضع بشكل عام في المخيمات الآن بتنا يعني في نقطة جديدة، هناك أن أمراض حقيقة تنفسية تحصل لدى الكثير من الأهالي سواء كان في الكبار، لكن الأكثر تضررا من هذه من هذا الدخان. إبراهيم، هل هناك علاج للأطفال؟ هل يتم تقديم علاج مناسب لهم؟ يعني بالنسبه للاطفال يعني هنا تعمل فرق الدفاع المدني والنقاط الطبيه المتواجده في منطقه المخيمات والتي ايضا يعني تكاد تكون يعني محدوده، يعني الاسعافات الاوليه كاجهزه الرزاز وغيرها بالاضافه يعني الى بعض يعني نقل الاطفال الى المشافي الحدوديه مع تركيا. هذا بشكل عام ما يستطيع يعني المنظمات الانسانيه هما، لكن اليوم نتحدث ايضا عن ضعف في الامكانات الطبيه المتواجده في منطقه المخيمات. العشرات من المخيمات العشوائيه التي زرناها بالأمس خلال العاصفة المطرية تفتقد إلى نقاط طبية ثابتة متواجدة داخل هذه المخيمات. كل ما يتم تقديمه من قبل المنظمات، هناك يعني عيادات متنقلة، لكن هذه العيادات المتنقلة هي فقط كحل يعني مبدئي إسعافي نتيجة الضعف في القطاع الطبي الذي يعاني بالأساس بسبب يعني جائحة كورونا. رح نحكي أيضا لاحقا بهذا الموضوع إبراهيم، لنتحدث عن المساعدات التي أرسلت، حيث أرسلت مديرية الشؤون الدينية التركية مساعدات إنسانية لمهجري مناطق شمال غربي سوريا، بالإضافة إلى ولاية ملاطيا التي أرسلت 8 شاحنات محملة بالمساعدات. حدثنا أكثر عن الوضع وعن هذه المساعدات. نعم، يعني خلال العاصفة المطرية الأولى والعاصفة المطرية الثانية والهوائية طبعا ظهرت هناك عدة منظمات محلية تركية بالإضافة إلى وقف الديانة التركي ومنظمة الإيهاء التركية، إضافة إلى يعني نشاط من قبل بعض المنظمات العاملة هنا في المجال الإنساني في الداخل السوري. طبعا هذه الاستجابة كانت عبارة عن تقديم يعني المستلزمات الأساسية لكن كمواد التدفئة والخيام وغيرها، لكن هذه الكمية التي قدمت
المخيمات العشوائية أو المتضررة في الفترة الأخيرة ما بين العاصفة الأولى والعاصفة الثانية، تجاوزت 300 يعني مخيم متضرر بشكل كبير أو بشكل كلي. خاصة أن منسقو الاستجابة أعلنوا أن معظم المخيمات أو كل المخيمات في منطقة إدلب وريف حلب هي يعني مخيمات منكوبة. حقيقة المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها هي كحل إسعافي فقط مؤقت. بالأمس شهدنا منظمة طبعا لوقف الديانة التركية إضافة للأيتام التركية هنا في منطقة باريشة قامت بتوزيع ما يقارب 120 كيلو من الفحم الحجري مواد تدفئة أساسية إلى أكثر من 1500 عائلة في هذه المنطقة في منطقة جبال باريشة. فريق ملهم التطوع أيضا قدم العديد من الحملات لمنطقة يعني كفر عروق وغيرها. جمعية التعاون الخيرية التي وصلت أيضا إلى أكثر يعني من تقريبا حوالي 3000 عائلة في منطقة كفر عروق وغيرها من المناطق التي تضررت فيها المخيمات العشوائية. لكن كل هذه المساعدات التي تم تقديمها إلى تلك المخيمات استمرت ربما لحوالي 3 أيام أو 4 أيام، بعدها توقفت هذه المساعدات نتيجة أن الكميات التي تقدم لا يمكن أن تسد العجز الذي يعاني من أهلنا. صحيح إبراهيم، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، مراسلنا من ريف إدلب. شكرا لك.